إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم، هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعه الصائم؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا أصبح الصائم وجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام، هذا لا يؤثر على صيامه، لكن عليه أن يلفظه، عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها، ولا تؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها. فإذا ابتلع شيئا مما تخلف في أسنانه متعمدا فإن هذا يفسد صيامه، أما لو ابتلعه جاهلا أو ناسيا هذا لا يؤثر على صيامه. وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام، سواء في حالة الصيام أو غيره، لأن النظافة مطلوبة للمسلم، وأن يعتني بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر بها وتؤثر على أسنانه. مطلوب من المسلم النظافة والعناية بأسنانه وبفمه وغير ذلك من أمور النظافة. نعم، شكر الله لكم.